عرفت ايش عرفت ايش يلا يلا اشحرني خليني خلي نعرف شنو بحياته شو اسوي شو اسوي هاي اول شغله بحياتي يلا 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 عندها تابعه مشاهدينا الكرام لا 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 طلعت تابعه وتابعه وحده عندها تابعه وحده والله الحلقه تولد الواحد اوقف اوقف اقول ليش تابعه روحي روحي اقول ليش انت شو تستهزئين بي شنو؟ تابعه خلنا اصرفه انصرفي يا تابعه هاي شو ما تعرف السولف احكي لها اشياء صايرة بحياتها حتى انه هي تقتنع وتسمع ليش ما اعرف اسولف؟ لا اعرف اسولف اعرف اسولف انا اعرف انا اعرف شو اسوي على الشمره ودا نضحك ود مو بقد ابوس على نفسنا عفوية عفوية ندوس على نفسنا ودا نضحك ودا نلطف الجو ايش بيهم؟ عفوية اهدي ايش بيهم؟ لا حبيبي انا اعرف ايش ايش انت ايش انت ايش 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 ما تشوف انت لا تروح تفتر على بالة السورين هش تتزوج عارفين هش شنو؟ هش تعرفين شنو؟ هش يعني يستعملوا في الهول هش هش انت يا عيش شمرت عليه شربت انت ناس من جديد الا شمر عليه الجن اليوم ما طول شمرت عليه شربت الله موجود الله اخذ الاخيره اليوم ابقى مدلل يا شيخ اول شيء انا ما اقبل الاساءه الضيوفي اولا الشيء الثاني انت كلش متنرفز اهدى وترتها ووترت الجو اخذلها خيره تقتنع هذا كلامك انت تقول تقول عندي قدره وامكانيه اريد تثبتلها وتثبت للجمهور ليش تترفض استغفر الله استغفر الله يهديك خليني اخذ الخيره ولا اخذ الخيره يلا خذ الخيره ايه